أهلا بيكم طلاب مدرسة المنتزه الخاصة الصف الأول الإعدادي. النهاردة هنحل نموذج تاريخ اللي كان واجب عليكم في الفيديو اللي فات. برضو بقرر اتفرجوا على الفيديو للآخر، شوفوا النموذج الواجب وابتدي حله مع نفسك، ما تتحلوش من الفيديو، وراجع حلك من الفيديو، راجع حلك بقى واختبر نفسك، شوف هتجيب كام، هتنقص كام درجة، هتغلط كام غلطة. عندي السؤال الأول: لمن تنسب الأعمال الآتية؟ وحد مصر كلها شمالا وجنوبا عام 3200. قلنا 3200 مينا وحد مملكتين، يبقى مينا الملك مينا. أول من غير في أسلوب العمارة للمقابر الملكية الملك زوسر. نقل عاصمة البلاد من تيبا إلى أثيتاوي ابن محات الأول. طرد الهكسوس خارج مصر الملك أحمس. وطد نفوذ مصر في كل من فلسطين وسوريا بعد 16 حملة عسكرية تحتمس الثالث. رقم 6: أسس الأسرة 26 وطرد الأشوريين من مصر أبسماتك الأول. يبقى مين وحد مصر كلها؟ مينا. غير في أسلوب العمارة زوسر. نقل العاصمة من تيبا إلى أثيتاوي ابن محات الأول. طرد الهكسوس من مصر يبقى أحمس. وطد نفوذ مصر في فلسطين وسوريا بعد 16 حملة تحتمس الثالث. أسس الأسرة 26 أبسماتك الأول وطرد الأشوريين من مصر. دلل تعددت مهام الفرعون. هقول له كان عنده مهام 3: قيادة الجيش للدفاع عن البلاد، إقامة العدل بين الناس، وتأمين وسائل حياة كريمة لشعبه. دلل إن حتشبسوت عملت علاقات تجارية مع الدول المجاورة. قلنا أرسلت رحلتين تجاريتين إلى بلاد بونت. ليه؟ لجلب البخور والعاج والأحجار الكريمة والأخشاب. يبقى هدلل إن هي عملت علاقات تجارية، هقول له أرسلت رحلتين تجاريتين إلى بلاد بونت لجلب البخور والعاج والأحجار الكريمة والأخشاب. رقم 3: الملك من قورع أكثر حرية من أبيه وجده لأن الشعب في عهده مارس شعائره الدينية بحرية. هقول له مارس الشعب في عهده شعائره الدينية بحرية أكثر من أبيه وجده. مارس الشعب شعائره الدينية بحرية أكثر من عهد أبيه وجده. كده السؤال الأول خلص. السؤال الثاني: صوب الكلمات التي تحتها خط. صنع المصري القديم ملابسه من القطن، هنشيل القطن ونحط الكتان. يبقى صنع المصري القديم ملابسه من الكتان. رقم 2: قاد أمراء منف حركة الكفاح ضد الهكسوس. غلط، هنشيل منف ونحط طيبة. قاد أمراء طيبة حركة الكفاح ضد الهكسوس. رقم 3: كان الإله أمون إله الموت عند المصريين القدماء. غلط، هنشيل أمون هنحط مين؟ أوزوريس. يبقى كان الإله أوزوريس إله الموتى عند المصريين القدماء. رقم 4: سمي عصر الدولة الحديثة بعصر المجد الحربي. يبقى هنشيل الرخاء الاقتصادي ونحط المجد الحربي. اكتشفت مقبرة الملك إخناتون عام 1922. غلط، توت عنخ آمون، هنشيل إخناتون ونحط توت عنخ آمون. أما النار اكتشفناها في العصر الحجري القديم، يبقى هنشيل الحجري الحديث ونحط العصر الحجري القديم. اكتشف المصري القديم النار في العصر الحجري القديم مش الحديث. كده السؤال التاني خلص. عندنا آخر سؤال بقى: لماذا اتخذ الفرعون وزيرا له؟ عندما زادت مسؤوليات الفرعون أصبح من الصعب عليه أن يشرف على كل شؤون البلاد، فاتخذ له وزيرا ليعاونه ويساعده في شؤون البلاد. أهم الأسلحة اللي اتخذها المصريون القدماء قلنا الرماح، أخذوا الدروع والرماح والخناجر والأقواس والسهام والعجلات الحربية. يبقى الرماح والدروع والخناجر والسهام والأقواس وكمان العجلات الحربية. أهم الصناعات القائمة على نبات البردي: بنصنع من نبات البردي الورق والسلال والحصير والحبال والقوارب. اكتب ما تشير إليه كل عبارة من العبارات الآتية: مبادلة سلعة بسلعة أخرى دي اسمها مقايضة، اتفاق بين دولتين أو أكثر لتنظيم العلاقات بينهم اسمها معاهدة،
كل ما أنتجه عقل الإنسان سواء ماديا أو أدبيا حضارة. عدد من السفن المجهزة لصد المعتدين أسطول حربي. يطلق على الدولة القديمة نسبة إلى ما شيده ملوكها من أهرامات عصر بناة الأهرامات. طيب قارن بين مملكة الشمال ومملكة الجنوب من حيث الموقع والشعار. قلنا موقعها ده وجه بحري الشمال والجنوب وجه قبلي. فين بالظبط؟ عند مركز دسوق بمحافظة كفر الشيخ، دي مملكة الشمال. أما مملكة الجنوب في حتة اسمها الكاب اللي هي شمال مدينة إدفو. فين؟ في أسوان. يبقى الموقع مركز دسوق مملكة الشمال بمحافظة كفر الشيخ، أما مملكة الجنوب مدينة إدفو بمحافظة أسوان، حتة اسمها الكاب في شمال مدينة إدفو. أما الشعار، الشعار في مملكة الشمال نبات البردي، أما في مملكة الجنوب زهرة اللوتس. قارن بمعركة مجدو ومعركة قادش من حيث النتائج. النتائج معركة مجدو انتصر تحتمس الثالث على أمير قادش، أما معركة قادش انتصر رمسيس الثاني على الحيثيين، مما اضطر ملك الحيثيين إلى عقد معاهدة سلام مع الملك رمسيس الثاني. لما يجي يقولك ما رأيك في أهمية وظيفة الكاتب في مصر القديمة، تعجبني طبعا، لأن اختيارهم يتم من بين المتعلمين، لازم بيكونوا متعلمين، وكمان النابغون منهم يرقون إلى المناصب العليا في الدولة. يبقى لما يقول لي ما رأيك هقول له يعجبني أو لا يعجبني، واجيب حاجة من المنهج. هنا يعجبني لأن اختيارهم يتم من بين المتعلمين، بقول حاجة كويسة هو، والنابغون منهم يترقون إلى المناصب العليا في الدولة. يبقى أنا كده قلت يعجبني وقلت ليه بيعجبني. تمام كده؟ عندنا ده النموذج الواجب عليكم النهاردة، جغرافيا. النهاردة النموذج جغرافيا، السؤال الأول خريطة، بعد كده أكتب المصطلح الجغرافي، بعد كده عندي ما العلاقة، السؤال التاني عندي اختيارات وبما تفسر، وكمان عندك السؤال التالت صح وغلط خمسة، وما النتائج وماذا يحدث لو.